السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم في تجربة جديدة سوف نريكم من خلالها كيف تجعل الماء كيف تثبت الماء في الهواء. في هذه التجربة نحتاج إلى العناصر التالية: ورقة عادية وكأس به كمية من الماء. الخطوة الأولى في هذه التجربة، نقوم بوضع الورقة فوق الكأس، ثم نضغط بإحكام على الكأس هكذا حتى لا يمر الهواء، ثم نقلب الكأس تدريجيا مع مراعاة عدم تسرب الماء، ثم نترك الورقة تدريجيا. ولاحظوا معي أعزائي المشاهدين، الكأس وهو مقلوب وتوجد في الأسفل فقط ورقة تمنع الماء من النزول. وفي الأخير أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه التجربة. نلتقي في تجربة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.